غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك تقدم. ألو. أيوة. سلام ونعمة. سلام ونعمة وبركة. أهلا وسهلا يا نيافة الأنبا الشيعية. لعلي سعادتك بخير يا فندم. نعم. لعلي سعادتك بخير. كل سنة وحضر طيب. مين معي؟ أنا مع حضرتك أبو مريم، بكلمك من أمريكا يا نيافة الأنبا الشيعية. أبو مريم من أمريكا؟ حضرتك ما تعرفنيش، بس قلنا ناخد بركة يعني. ربنا يبارك في حضرتك. سيدنا المستغفر مش موجود في المقامية يا أبو مريم. مين معايا يا فندم؟ عم حضرتك يا فندم. حضرتك السكرتير؟ تعطل حضرتك. نعم؟ تعطل حضرتك. لا أنا بسألك، أنت السكرتير يعني؟ يعني من بين الموجودين في المقامية بتاعت حضرتك. يعني أنت حضرتك مش من السكرتير. طيب يرجع يا نيابة الأنبا، الأنبا يرجع إمتى؟ طبعاً ما عنديش معرفة بالمواعيد الجميلة يا أبو مريم. طب هو مسافر فين؟ أمريكا يعني ولا مسافر فين؟ لا لا لا، كان في المجمع المحافظة في أخذنا البابا طب في طب إحنا كنا عاوزين ناخد بركة منه، وبعدين الكنيسة في أمريكا بتسلم عليه وكده، في إمكانية تديني رقم أتصل بيه؟ خليك معايا لحظة يا أبو مريم. الرب يباركك ويبارك تعب محبتك. هللويا بريز الله. هللويا. هللويا بريز الله. هللويا. I love you, you love me too. هللويا. الو. اتفضل. خليك معايا سيدك ثواني. تيك يور تايم امويتي. منتظر انا. اتفضل. اتفضل منتظر. طب سيادتك عارف الاستاذ صفت او الاستاذ طلعت؟ نعم. سيادتك عارف الاستاذ صفت او الاستاذ طلعت؟ لا انا عاوز اكلم نيافه الانبا شخصيا، يعني هي في معرفه سابقه وكنا عاوزين بس ناخد بركه يعني. انا بكلم من امريكا من نيويورك. طب سيادتك عايز تسالني في حاجه معينه يعني؟ لا كنت عاوز ناخد بركه نتكلم معاه شخصيا يعني لو امكانيه. ما هو سيدنا حاليا دلوقتي مش موجود. طب في امكانيه بس ناخد الرقم نتصل بيه وناخد منه بركه ونطمن عليه؟ ماشي، ما هو حضرتك نفس الرقم ده حضرتك. بس انا اقول لسيدنا ابو مريم مين سيادتك عشان الناس تفتكر سيادتك. لا انا سيدنا ما يعرفش سيادتك. لا لا لا، انا عاوز اعملها يعني مفاجاه شخصيه، مش عاوز يعني المفاجأة. خليها مفاجأة. خلاص مفاجأة شخصية. خلاص حضرتك يعني اتصل بينا كمان كام يوم كده، يمكن يكون سيدنا رجع وكلمه حضرتك. يعني مش هقول سيدنا حاجة لسيدنا. هو مع رقم تاني ولا هو نفس الرقم ده؟ لا ما هو الرقم ده احنا بنحاول سيدنا ليه. انا مش كده، مش هنقول مكالمة لسيدنا محدش اتصل، وحضرتك كام يوم كده اتصل بينا يمكن يكون سيدنا رجع. بس في نقطة لو تكرمت يا أستاذ الكريم، كيف يكون نفس الرقم وهو مسافر والمفروض المسافر معاه تليفون؟ وده تليفون. لا ما عندناش موبايلات، ما عندناش موبايلات لسيدنا. لا اللي انت ده رقمه الشخصي، ازاي مسافر بدون رقمه الشخصي؟ مفيش رقم شخصي، مفيش رقم شخصي لسيدنا، ده رقم احنا بنحول لسيدنا. اوكي نو بروبلم. اوكي ماشي ماشي. تمام حضرتك. كان معانا الهواء مباشرة الآن، الساوند فيشي، في شيء مش طبيعي يعني. غالبا الراجل مش عاوز يرد لأن أبو مريم هم عارفين تقريبا عندهم تحذير وكده. بس يعني وين نقول لكم بياناته ونحاول نكلمه مرة تانية ان شاء الله، مش مشكلة. ثواني بس. دينا دقيقتين كده اجيب لكم بياناته، بس اصبروا معايا شوية.
في واحد مسيحي حاطين رقم بس مش موجود هو في الغرفة الآن، فمضطر إن أنا مش هتصل بالرقم اللي هيكون هو موجود، تمام؟ عشان هو يسمع الاتصال مباشر. ثواني بس. الأنبا إشعياء مطران طهطة وجهينة وتوابعها سواج مصر. الرهبان 19 مارس 73 من أبناء دير الأنبا مقار وادي النطرون مصر، دير الأنبا بشو وادي النطرون مصر. الاسم قبل الأسقفية أستاذ نبيل بطرس إسحاق، أبونا الراهب أنا نياس المقاري، أبونا الراهب قمص حنانيا الأب بشوي. تاريخ صيام أسقف الأسقفية 25 مايو 80، المطرانية 25 نوفمبر 18، يعني 1980 وتاني 1918. المنصب الأنبا إشعياء أسقف طهطا وجهينة سوهاج مصر. الرتبة التالية مطران طهطا وجهينة سوهاج مصر، إبرشية مطران مطرانية طهطا وجهينة مصر، مدينة طهطا المحافظة المدينة محافظة سوهاج مصر، مدينة التابعة لها طهطا وجهينة، رسمة بيد البطراك شنودة هربس الثالث. اللي بعده Hi, you have reached the room to Alex Hanna. Please leave your name, phone number, brief message. I will get back with you as soon as possible. لقد اتصلت بالقصة Alex Hanna. الآن ذكرت اسمك ورقم تليفونك ورسالة قصيرة وسأعاود الاتصال بك وشكرا. سعادة الدكتور Alex Hanna، أهلا وسهلا بك. حضرتك مذيع معروف لقناة الكرم واتصلت بك قبل كده. معاك وسام عبد الله، في امكانيه نعمل مناظره وممكن تتزاح على قناه الكرمة في عصمه الكتاب المقدس. فكر في الموضوع ده، لو عندك استعداد قول لي ونتفق على الوقت والميعاد. هتصل بيك مره ثانيه اسبوع قادم ان شاء الله. وسام عبد الله معاك. ده القس أليكس حنا، نزل اتصال اخونا محسن الله يكرمك. الدكتور القس أليكس حنا مذيع في قناة الكرمة وليه برنامج اسمه الشفاء الإلهي. اتصلت معاه قبل كده، عملت معاه مناظرة هاتفية. يا ريت الإخوة ينزلوها على التكس. اللي بعده. الو الو، ايوه اهلا وسهلا. اهلا فيك. لعلك بخير يا سعادة القس عصام حداد، حضرتك طيب؟ اهلا فيك اخوي. تعال الرب يباركك ويبارك تعبنا حبتك. مع حضرتك وسام عبد الله. وسام عبد الله. وسام عبد الله. اهلا وسهلا فيك اخوي. الرب يباركك. كيف اقدر اساعدك؟ كان عندي بس استفسار بسيط لو في امكانية يعني. عندك ايه اخوي؟ استفسار بسيط. تفضل. حضرتك يا راجل يعني معروفة ومذيع في قناة الكرمة، هل في إمكانية نعقد مناظرة في عصمة الكتاب المقدس؟ المضبوط، أنا ما بعملش مناظرات، لو حبيت تعمل مناظرة. أيوه. نصيحتي تتكلم مع الأخ أندرو حبيب أو مع الشيخ صموئيل فوزي. هات لي الأرقام بتاعهم وأنا ما عنديش أي مشكلة، أتصل بيهم ونعمل معاهم مناظرة. معاك الأرقام بتاعتهم؟ أرقامهم تاخدها من قناة الكرمة يا أخوي. مين اسمه ايه طيب؟ من قناة الكرمة. اسمه الشخص انجلو حبيب ومين التاني؟ اندرو حبيب. ايوه بس انا ما بتصل، ما بيدونوش ارقام، مش هيدونا الارقام. هتصل بواحد معيش رقم بلاش. لا 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 بيدوك الارقام ولو تركت نمرتك برجع يتصل فيك. طب سعادة القس عشان حددت، انا عندي استفسار بسيط مش محتاج لمناظرة او شيء. يعني كيف تقنع شخص غير مسيحي، الراجل مش مسيحي، ان يعبد انسان، هذا الانسان كان بياكل ويشرب، طبعا نتيجه الاكل والشرب في اخراج للطعام ثم مات. طبعا الكلام ده كله موجود في الكتاب المقدس. يسوع يقول انا انسان قد كلمكم بالحق الذي سمع من الله، وكان بياكل ويشرب. يسوع نفسه بيقول كده، جاء ابن انسان ياكل ويشرب، فقال له انسان شريب واكل وشرب للخمر ومات، كما يقول في رؤيا يوحنا 1:18 الحي وكنت ميتا. كيف تقنع شخص غير مسيحي بعبادة إنسان كان بياكل ويشرب ثم بعد ذلك يتبول يتبرد ثم مات، نقنعه ازاي؟ أيوه، هو الموضوع مش موضوع إقناع، هو الموضوع موضوع إيمان،
لو تعرف في كلمة الله، كلمة الله بتقول إن الله ظهر في الجسد، وتجسد الله في هيئة الإنسان، أعطاه القدرة إنه يعمل كل هذه الأمور. ساعات القصة يا سامحني الموت، النص اللي الله ظهر في الجسد هذا النص مضاف أساسا، كلمة الله مش موجودة. بولس لم يقول الله، ارجع لأقدم المخطوطات وصحاح. لو حضرتك درس علم النقد النصي، كلمة الله مش موجودة، كلمة الله مضافة. ارجع للتراجم العربية والتراجم الإنجليزية، مفيش كلمة الله، كلمة الله موجودة في ترجمة فان دايك، التراجم العربية الأخرى والتراجم الإنجليزية الحديثة ما موجود فيها الله. وبعدين يسوع لا حبيبي، كلمة الله موجودة يعني. التاريخ بأيدها يا سعادة، علم الآثار بأيدها يا سعادة القصة يا سر. بقول لك علم النقد النصي، حضرتك مذيع في التلفزيون ومذيع مسيحي وبتقول لي علم الآثار، بكلم علم. أنت حضرتك سمعت عن علم النقد النصي طيب؟ سمعت حاجة اسمها علم النقد النصي؟ آثار إيه يا فندم؟ يا فندم الآثار دي أما تكون طوب تبقى أحجار بتاع، بنتكلم على كتاب. الكتاب تحت علم النقد الكتابي او علم النقد النصي، مش علم الاثار. انت بتتكلم على معبد، بتتكلم على كنيسه او كنيس، انت بتتكلم على كتاب مخطوطات. المخطوطات بترجع لعلم النقد الكتابي، علم النقد النصي، كلمه الله مش موجوده فيها. حضرتك كمان المسيح نفسه بيقول ايه؟ بيقول ان كنتم تحبوني فاحفظوا وصاياه، وصاياه هو. المسيح يقول ايه عندما سأل رئيس الكهن عن ايمانه وتعليمه؟ قال انا اتكلمت عالم علنية وفي الخفاء لما اتكلم بشيء. بولس نفسه بيقول انظروا الا يكون احد يسبيكم بالفلسفة. اخي وسام أيوة. انا بصلي ان الرب يفتح عينيك يا فندم، افتح عينيه واحد انت عندك معلومات يا فندم، افتح عينيه وافتح واحد عندك يا سعادة القس اعبد انسان. يسوع يقول انا انسان، اقول له انت كذاب لا سمح الله، حاشا. هو بقول انا انسان، تقول لي لا هو مش انسان، اكذبه؟ سبحان الله. الراجل بقول انا مش انسان، تقول هو مش انسان، هو الله ظهر في الجسد. اين قال يسوع الله ظهر في الجسد؟ رئيس الكهنة عندما سأل يسوع عن عقيدته، الكلمة باللغة اليونانية دي داخلي، وكلمة داخلي تعني عقيدة، معتقد، اعتقاد او ايمان. قال تعليم، متأسف. قال انا كلمت العالم علانية. اين قال علانية على الله ظهر في الجسد؟ يسوع بيقول من فمك أدينك العبد الشرير. أين قال من فم الطاهر الشريف أنا الله ظهر في الجسد؟ يسوع يقول إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. أين وصى وقال أنا الله ظهر في الجسد؟ بولس يقول الإيمان بالخبر والخبر بكلمة المسيح. الترجمة باللغة الإنجليزية بتقول حرفيا الإيمان من السمع، والسمع يأتي عن طريق التكريز أو البشارة، أي الرسالة التي خرجت من شفايف يسوع المسيح نفسه. أين خرج من شفايف المسيح وقال على الله الظهر في الجسد؟ هذا إيمانك، هذا إيمانك. فين الكلام ده في الإنجيل؟ ده إيمانك الشخصي أنت نفسك. أول ما كلمت معك بتقول إيمان، هفتح عينيه وأعبد إنسان يا سعادة القس، مع كل احترام لك. يسوع يقول أنا إنسان، أنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله. بولس يقول لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح. بطرس يقول أيها الرجال الإسرائيل اسمعوا هذه القول، يسوع الناصري رجل قد تبرأ لكم من قبل الله بآيات وعجائب صنعها الله في وسطكم كما أنتم تعلمون. التلاميذ أقرب الناس. حبيبي حبيبي يا أخو السام، اتفضل. إنجيل يوحنا الإصحاح الأول. أيوة. العدد الأول. أيوة. الكتاب عندنا العدد بتاعك الكتاب. في البداية كان الكلمة، وكان الكلمة مع الله، وكان الكلمة الله. ممتاز. الكلمة هي ايه حضرتك؟ الكلمة هي ايه؟ حبيبي الكلمة هي ايه؟ انت صعب الواحد يا حضرة القس، انت صعب الواحد يا سعادة القس الفاضل، يا سعادة القس. الكلمة مش هي الله؟ يبقى في البدء، في البدء كان، في البدء كان الله، وكان ما وقعتنيش فرصة اتكلم. اتفضل اتكلم، اتفضل. انت مسحون وعايز تتكلم، اتفضل اتكلم، اتفضل يا فندم اتكلم. إنجيل يوحنا الإصحاح الأول العدد الأول، لما بيقول في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، كان الكلمة الله. ممتاز. الكلمة هي الله، مظبوط حضرتك؟ الكلمة كان الله. ممتاز. لا سيبك من القرآن، لا القرآن مختلف، ما تتكلم عن القرآن. لا 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 لا، أنا بكلمك في المسيحية، ما بكلمش في القرآن. القرآن الكلمة هي الأمر الإلهي، ذا ديفاين أوردر، الله يقول لشيء كن فيكون. كن فيكون. الكلمة ما فيش في القرآن أو في الإسلام أقانيم، تمام؟ فعندما تقول الكلمة هي الله، يبقى في البيت كان الله، وكان الله عند الله، وكان الله الله.
انت حضرتك مش بتقول الكلمه دي الله؟ عيد صياغه النص، في البدء كان الله، وكان الله عند الله، وكان الله على الله. مش بقول انه اسمعني. اتفضل. انت تسمع. اتفضل. انت بس تتفرج. اتفضل يا استاذ. ما بتقول لي اتفضل بعدين بتقاطعني. لان انت بتخرج من الموضوع، مش موضوع للاسلام. انا بكلمك في كتابك. انا بخرج من الموضوع. اتفضل. انت مش عم تعطي القصه. انا ما قلتش. مش معقول يعني. لا. صعب ان احنا نتفاهم. انا قلت لحضرتك مناظره انت رفضت. انا قلت لك مناظره انت رفضت. مناظره تاخد وقتك بالكامل، نص ساعه، ربع ساعه، براحتك تتكلم زي ما انت عاوز، انت رفضت. ده كلام لكن بالواقع انت ما بتعطيش. يا استاذ الكريم انت عرفت ازاي ما بعطيش؟ انا اول مره اتكلم معاك ولا ايه؟ ازاي ما بعطيش؟ انا بقول لحضرتك خد مناظره، خد وقتك كما تحب. اتفضل اتفضل رد اتفضل. انا اسف بس اتكلم معاك، لو حبيت تعمل مناظره كلم الاخ عنده. حضرتك مذيع، مذيع في كلام كرمة. حضرتك مذيع. انا معاك انك ما تعطيش فرصه حتى تسمع. يا حضرة الحاضر المحترم مش عاوز اسمع ايه؟ فين اين قال انا الله؟ انت بتقولي في البدء كان الكلمه، اين قال يسوع انا الله؟ واذا كانت انا قال الذي رآني فقد رأى الله. والذي رأى والذي رآك والذي رأى. نعم. وانا انا والاب واحد. ممتاز ممتاز. والذي رآك رأى الاب. مين اللي قال كده؟ الله في العهد القديم. ان الله خلق الانسان على صورته رجل وانثى. ده العهد القديم. لا ده في العهد. يا استاذ الكريم انا عارف يوحنا، انا بقول لك حتى اللي راك انت هو راى الله، واللي راني انا هو راى الله، واللي راى المدام هو راى الله. مين اللي بيقول كده؟ الله في العهد القديم. ان الله خلق الانسان على صورته ذكر وانثى، كلنا حسب الكتاب المقدس صوره الله. وبعدين يسوع هو ذكر، وبولس يقول الرجل لا ينبغي. يا استاذ الكريم انا مش هقول لك امين. بولس يقول الرجل لا ينبغي ان يغطي راسه لانه صوره الله. الرجل صوره الله، ويسوع ذكر فهو صوره الله. عادي جدا، كلنا صوره الله من كتابك المقدس. ما في انا والاب واحد. هل معنى الكلام ده ان يسوع الاب؟ هل يسوع الاب؟ انا والاب واحد. هل يسوع الاب؟ لا. مين اللي قال الكلام ده؟ يسوع. انجيل يوحنا 5:31. انت عم بتجيب لي ايات من الكتاب المقدس. في اي واحده في القران بتقول يا استاذ انت مالك دخل بالقران؟ انت راجل، انت مش عارف تسمي دينك من الكتاب المقدس تقول القران بيقول. القران مكفرك، يقول انت كافر. الذي يؤمن بان المسيح والله كافر، الذي يؤمن بالتثليث كافر. انت مالك ومال القران؟ اين قال المسيح عن الله في الانجيل؟ الا فين؟ اين قال انا الله؟ ما تقوليش في البدء كانت كلمه. اين قال انا الله المسيح؟ اين طلب العباده نفسه؟ اين قال المسيح ان الله زار فسد؟ اين تكلم المسيح عن الخطيه الاصليه اساس عقيده التجسس والفداء؟ اين قال المسيح عن الله الابن؟ اين قال خليك خليك في اسلامك حبيبي، خليك في اسلامك. انا بس بتكلم وربي يفتحني. انت انا يا راجل عيب، انت بتعبد انسان، هذا الانسان ليه قضيب، وانت راجل مذيع، والله الذي لا اله الا هو، هتتحاسب يوم القيامه على الناس اللي بتضحك عليهم في القناه، قناه الكرمة، وانت راجل مذيع وبتقدم برامج مسيحيه، وقلت لك مناظره وبراحتك. وبعدين انت عارف يوم القيامه ماذا يفعل فيك يسوع؟ انجيل متى 7:21-22-23، ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل اراده ابا الذي في السماوات. كثيرين فيقولون لي في ذلك اليوم زيك يا رب يا رب، اليس باسمك تنبأنا وباسمك اخرجنا الشياطين وباسمك صنعنا قوات كثيره؟ حينئذ هيتبرأ منك المسيح، حينئذ اصرح لهم اني لم اعرفكم قط، اذهبوا عني يا فارس. هتبرأ منك المسيح. ليه؟ هتبرأ منك ليه المسيح؟ منك. عشان انت الكلام اللي انا بقوله، الكلام اللي مش تقول لي يا الكلام ده منين؟ الكلام ده منين؟ اللي انا بقوله. اين قال انا الرب؟ ما اقدرش احكي معاك. اين قال يسوع انا الرب؟ اين قال انا الله؟ لا لا مع الف سلامة يا استاذ. انت ما ما بعطيش. مع السلامة. كان معانا الهواء مباشرة الآن. في الراجل ده ليه اتصال قبل كده ولا أول مرة يا محسن؟ ده بيك شوت يعني، حاجة كبيرة يعني، مذيع في قناة الكرمة. ثواني يا إخوة كرام. طيب كان معانا الهواء مباشرة الآن، دقيقة واحدة بس.
القصة عصام حداد، القصة عصام حداد وهو مذيع في قناة القرمة. القص عصام، الدكتور القص عصام حداد مذيع في قناة القرمة. ايوه كده بقى اهو اتفضلوا، في مناظرة هاتفية معاه قبل كده، اتفضلوا اهو عشان كده هرب. مناظرة هاتفية على قصة عصام حداد مذيع قناة القرمة، القص مفلس ما جاوب عليه سؤال، اتفضلوا عشان كده هرب، عشان كده هرب. بيقول لك في البدء كان الكلمة، نعم ماشي، إذا كانت الكلمة هي الله يبقى في البدء كان الله، وكان الله عند الله، وكان الله الله، الله عليك الله. اللي بعد، ألو 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 قناة الكريمة؟ الصوت مش واضح، الصوت مش واضح؟ اه اتصل مرة ثانية الآن الصوت اتطلق. شوف ثواني يا اخوان، لا كان في دبل، كان في دبل زي سبيكر او شيء. هلو، مساء الخير، سلام ونعم، اهلا وسهلا بيك، ربي يباركك ويباركك امين. معاك يا ابو مريم، معاك يا ابو مريم، حضرتك معاك ابو مريم من نيويورك، لعل حضرتك بخير. يا اهلا بيك، اهلا بيك يا فندم. كان عندي استفسار، ممكن حضرتك لو في حد يرد عليا؟ اتفضل حضرتك، انت هترد عليه؟ ما فيش حد تاني يعني ولا حضرتك ممكن ترد عليه؟ حضرتك عندك استفسار على ايه؟ استفسار على الكتاب المقدس، يعني ايه؟ على الكتاب المقدس، على الكتاب المقدس. ايوه ايه. طيب انا معلش ممكن ارتب لك ميعاد مع حد يعني. طب في امكانيه لحضرتك تقدري تفيديني؟ يعني هو كلام مش محتاج يعني ممكن انت يعني تفيديني لو في امكانيه، سؤال بسيط يعني. لا انا افضل معلش، احنا عندنا دلوقت اجتماع، فمش يعني مش هيكون في وقت. لا ماشي، متشكرين جدا. انا ما اقدرش اسالها عشان الاخوات اللي موجودين، وعشان في مسيحيات محترمات ما اقدرش اقول كلام من الكتاب المقدس، اقسم بالله ورب الكعبه في مسيحيات موجودين معانا دلوقتي محترمين، فمش عاوز اقول نصوص الكتاب لانها هتجرحهم، الكتاب اللي هم بيؤمنوا بيه. تخيلوا حضراتكم سامعيني، تخيلوا السؤال اللي سالته امس مش عاوز اساله النهارده عشان ما اجرحش شعوره. كان معانا لو ارتك قناة الكلمة، في صوت يا اخوة، كان معانا قناة الكلمة، قناة الكلمة لو تفتكروا يا اخوة كرام، خلينا قبل كده اتصل على صاحب القناة، مش فاكر اسمه ايه ان شاء الله، لو اخونا محسن يعمل بحث، الراجل معاه دكتوراه وبيدي دكتوراه في اللاهوت ورفض يعمل مناظرة في عصمة الكتاب المقدس. Thank you for calling. Please نيها في تلان بسرابيون، انت المفروض تدرس انجليزي، الانجليزي بتاع البعاد جدا. anyway مع حضرتك وسام عبد الله، انا ببعت رسالة البابا شنودة، عمل كتاب اسمه مفتاح العهد الجديد، ياريت تقرأ الكتاب، دمر فيه عصمة الكتاب المقدس، اثبت بالدليل القاطع ان الكتاب ده غير كتاب الله. النقطة التانية، انا عارض مناظرة على البابا تودرس في عصمة الكتاب المقدس، هل في شخص في الكنيسة القبطية اسقف او رئيس اساقفة او مطران او البابا نفسه قادر على المناظرة في عصمة الكتاب المقدس؟ ان شاء الله نتصل بك الاسبوع القادم ونسمع منك جواب. سلام.
كان معانا على الهواء مباشرة الآن. ثواني يا أخو أكرام. الأنبا سرابيون أسقف كاليفورنيا. ألو. ألو، سلام ونعمة. سلام. أهلا سيادة الأنبا مينا، لعلي سعادتك بخير يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا بيك، الرب يباركك. شايفين يا مسيحيين؟ شايفين؟ شايفين يا مسيحيين؟ الأنبا مينا أسقف غرب كندا، عشان اتصلت عليه قبل كده أكتر من مرة. ثواني ثواني. اتفضلوا. ده الرقم الشخص بتاعه. ليه فكت التليفون؟ We have reached the voicemail box of 647. شايفين يا مسيحيين؟ شايفين؟ نزل اتصالات عليه، أخونا محسن الله يكرمك، أخونا الشرقاوي نزل اتصالات عليه. الآن بمينا أسقف غرب كندا. خلينا نقول بياناته. خلينا نقول بياناته. واحد بيقول لي أصل مش متخصصين. في واحد شماس عاوز نظرك، شماس. شماس. بيبيع شماسي على البحر، شماس. شماس كان معانا لواء مباشرة الآن الأنبا مينا أسقف غرب كندا. الأنبا مينا أسقف عام 7 يونيو 2009، التجليس 10 مارس 2013. المنصب أسقف عام، أسقف على أبريشيف غرب كندا. وكان قبل كده في مصر تقريبا الإبريشية القاهرة مصر كأسقف عام في مصر القديمة. الآن غرب كندا. رسم بيض البطريرك شنودة. اتفضلوا. واحد متخلف عبتي امس بيقول اصل دول مش متخصص، البابا مش متخصص ولا صخفة والكهنة. بيقول في واحد شماس عاوز نظرك. الو. سلام. سلام ونعمة. سلام ونعمة. كيف حالك سي نيافة الانبا ميمة؟ لعلي سعادتك بخير يا فندم. شكرا الله حبيبينا. وسام عبد الله مع حضرتك. وسام مش اسامه يا فندم. اهلا وسهلا. نهايه الان بفايمن بس كان في كتاب عامله البابا تودروس اسمه، في كتاب جديد عامله البابا اسمه مفتاح العهد الجديد. في الكتاب ده البابا في صفحه 167. من فضلك من فضلك انا طريق الفراش. ايوه وتعبان ما عنديش قدره على اي نقاش دلوقتي، سامحني حضرتك. بس كده نقول مستعدين دائما لمجاوبه كل من يسالكم حضرتك. معلش حبيبي ربنا يخليك. يكفيني اي سؤال عايز تبعته لي تليفون مات بعته لي على الواتس ولا رد عليك. وانا بعت لك على الواتس ليه؟ ما انت موجود معايا لايف الان. اسمعني قول لي حاضر. لا ما اقولكش حاضر، اقول لك حاضر ليه؟ انا اقول لك انت فاكرني في الكنيسه ولا ايه؟ ما تتعلم الادب. تاني تعال. ده انا سؤالتي الادب. اسمعني قول حاضر. العيب مش فيه. والله العيب ما فيه. ده المريض ده طريح المراش اللي بيشخد ده. طريح المراش الفراش. اللي بيشخد. ايه اللي الادب دي؟ قول اسمعني واسكت. ان شاء الله. بواب بتاع الكنيسة بتاعك ولا ايه؟ اتفضلوا حضراتكم اهو. اتفضل. مش هيرد تاني، ما اعتقدش هيرد. انا ما عندهاش دم. قفل التليفون. طيب كان معانا نواة مباشرة الان الانبا بيمن. الانبا بيمن اسقف نقادة وقوس قنا مصر. تاريخ الرهبنة اكتوبر 86. من ابناء دير المحرق، دير العذراء، اسيوط مصر. اسماء قبل الاسقفية: الراهب ابونا رويس المحرقي، الراهب ابونا القس بيم المحرقي. تاريخ الرسامة اسقف 91، اسقف نقادة وقوس، مطرانية قوس. احتمال يكون الان مطران كمان. رسمة بيد شنودة. اللي بعد.
الو الو، مساء الخير نيافه الانبا مرقص. ما تقفلش التليفون يا نيافه الانبا. الكتاب قول مين حضرتك؟ انا وسام عبد الله. انت ليه تقفل التليفون؟ مش قادر هيجي لي هارد اتاك. مش قادر والله، مش قادر والله، مش قادر. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله. قفلتني المرة الثالثة. شوف أنا عاوز أقول شيء، أقسم بالله لا أقصد إن أنا أحرق دم حد مسيحي، الله سبحانه وتعالى يعلم. والله أنتم المفروض تتركوا هذا الدين. ده راجل مطران الوقت بيهربوا من البابا طوارس. بيقول لي أنا السكرتير، عيب. أي دين ده؟ الأساقفة بتهرب، البابا بيهرب، ولسه أنتم مسيحيين. شوف كم اتصال عليه على التكس، شوف كم اتصال. شين ثواني ما اجيب لكم بياناته يا اخوة كرام، دقيقة واحدة بس. والله شيم عار عليكم. فين مستعدين دائما لمجابهة كل ما نسألكم؟ فين اكرز بالكلمة اعقف على ذلك في وقت غير مناسب وغير مناسب؟ فين اكرزوا بالانجيل الخليقة كلها؟ فين من ينكرني امام الناس انكره امام الذي في السماوات؟ فين اذا كنا ننكرهم سوف ينكرنا؟ الان بمرقص مطران شبرا الخيمة، مطران وقليوب والقناة الخيرية قليوبية مصر، وكان السكرتير السابق للبابا شنود، وكان حضراتكم اعتقد كان مهندس، وحضراتكم من السواق بقى اسقف. ازاي؟ الله وحده يعلم. تاريخ الربانة 6 اكتوبر 76 من ابناء دير الانبا بشوي وادي ناطور مصر. اسماء قبل الاسقفية ابونا الرابع قمص انطونيوس الانبا بشوي. تاريخ الرسامة اسقفا 18 يونيو 78، اسقف عام القليوبية 2 يونيو 85، التجليس على كرسي شبرا الخيمة 14 يونيو 92، المطرانية 25 نوفمبر 2018. الانبا مرقص اسقف شبرا الخيمة وقليوب والقناة الخيرية قليوبية مصر. الرتبة التالية مطران شبرا الخيمة وقليوب والقناة الخيرية قليوبية مصر. الابرشية مطرانية شبرا الخيمة شبرا البلد قليوبية مصر. المحافظة محافظة قليوبية مصر، المناطق تبع شبرا البلد رسمة بيد شنودة. شيم والله، والله عار عليك، اقسم بالله عار عليك. كنيسة العار والشنار، اي والله العظيم كنيسة ابو العار بيشيلوه من على صدري لاقطعه. شيم. الو. Thank you for calling the Cup of Coffee at Church Centre. We're not able to take your call right now, but if you leave us your telephone number and a brief message, we'll get back to you as soon as possible. I would like to have a debate with Bishop Angelus about is the Bible the word of God. My name is Sam. I'm gonna call back next week. Thank you. نيافة الأنبا أنجلوس أسقف عام بريطانيا المملكة المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة البريطانية. الأنبا أنجلوس أسقف بريطانيا. الأنبا أنجلوس تاريخ رسامة أسقف 99 أسقف في بريطانيا، رسم بيد الأنبا شنودة. لينا اتصالات عليها قبل كده اكتر من مره برضه. Hello, we are not available now. Please leave your name and phone number after the beep. We will return your call. اهلا وسهلا نيافة الانبا غاسم. لعل سعادتك بخير، معاك وسام عبد الله. انا اتصلت بيك قبل كده، سالتك سؤال في عصمة الكتاب المقدس، حضرتك قلت روح كل بطاطا. فمش فاهم يعني ما علاقة البطاطا بعصمة الكتاب المقدس. على اي حال من الاحوال، هل حضرتك عندك قدرة للمناظرة في عصمة الكتاب المقدس
او شخص يمثل الكنيسة المصرية، البابا او احد الاساقفة او المطرنة. اتصل بيك ان شاء الله الاسبوع القادم. وسام عبد الله، مع السلامة. كان معنا لواء مباشرة الان الانباء غاسن اسقف في البرازيل. الراجل قبل كده سألته في عصمة الكتاب المقدس، قال لي روح كل بطاطا. تاريخ الرهبانة 92، دير الانباء من ابناء دير الانباء بولا البحر الاحمر مصر. اسماء قبل الاسقفية ابونا الراهب القمص اغاسن الانباء بولا. تاريخ رسامة اسقف 2006 اسقف البرازيل سان باولو البرازيل، رسم بيد شنودة. اللي بعد الو. ايوه سلام ونعمه. مين بيتكلم؟ نيافه الانبا بفلس، اهلا وسهلا بيك. معاك ابو مريم من امريكا. نيافه الانبا بفلس. مين؟ اسمي ابو مريم، بكلم حضرتك من امريكا نيافه الانبا. اهلا وسهلا. الرب يباركك ويبارك تعب محبتك. نيافه الانبا، البابا تواضروس عامل كتاب جديد اسمه مفتاح العهد الجديد، وبيتكلم فيه على انجيل يوحنا صفحة 167. بيقول ان انجيل يوحنا المقدمة من 1-18 مضافة، وان الفصل 21 مضاف. وبيتكلم على قصة المرأة الزانية صفحة 276. يقول سبب غياب هذه القصة في اقدم مخطوطات الصحاح، يكشف هؤلاء الاباء عن سبب غياب هذه القصة في بعض المخطوطات الاخرى، هو في الاوائل من استخدام القصة كمشجع للانحلال الخلقي، او انها ذريعة للاباحية كما يقول اغسطينوس. اما الاباء في الشرق فقد كانوا اكثر تحفظا. تفضلوا حضراتكم، تفضلوا 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 تفضلوا. تعالى تاني ليه اتصالات قبل كده؟ مشكلة محسن بعيد كان وضعها too much for him. تفضلوا حضراتكم. حضراتكم سامعين اللغة اليونانية؟ شايفين المصداقية؟ اللي بيعرف يوناني سامعين اليوناني. كان معانا لواء مباشرة الآن، واللعبة بيقول لي واحد شماس عاوز ينظرك، الأهبل المتخلف عقليا. كان معانا لواء مباشرة الآن الأنبا بفلس الأسقف العام في اليونان من أبناء دير الأنبا بشوي وادي النطرون مصر. أسماء قبل الأسقفية أبونا الراهب القمص بولا الأنبا بشوي. تاريخ الرسامة أسقفا 16 يونيو 2013، المنصب أسقف عام اليونان الإبراشية اليونان، رسمة بيد البطريرك شنودة. شيء والله، والله العظيم شيء. مع تحيات إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك. مسلم كريستيان دايلوغ. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله أكبر كبير كل تقدير. باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله.